السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الظروف، في تمام الصحة والعافية. كما كتلاحظوا أنا في الآن يعني في الضيعة المتواضعة، جينا نطلعوا على هاد الطيور هادو، طلعوا عليهم تفكروهم، نعطيهم شوية ديال الماء، شوية ديال اللقط الماكلة. إيوا، وبغيت نتقاسم معكم هاد اللحظات هذه. وايضا عندي واحد الموقف يعني غادي نعاودو لكم، موقف طريف غادي نحكيه لكم، وقع معايا يعني حصل معايا ملي كانت عندي 19 عام 20 عام هكاك تقريبا. حصل معايا مواقف عده، غير انا تفكرت دابا واحد الموقف غادي نحكيه لكم ان شاء الله. ومن بعد يعني فين ما تفكرت شي موقف كان حصل معايا طريف ولا غير طريف، المهم نعاودو لكم لعلكم تستافدوا. وهاد المواقف اللي كتحصل معايا فقط يعني متعلقه بالعمل، لان يعني كما يعلم الاغلب المتابعين للقناه انا المجال ديالي يعني كان الشغال ديالي هو اصلاح الاجهزه الالكترونيه المنزليه، بحال التلفزيونات الريسيفيرات البارابول، فهمتوا؟ هذه الخدمه ديالي. وكانوا كيوقعوا لي مواقف وطرائف وغادي نبقى نعاودها لكم مره الاخوان. اذا الاخوان غادي نعطيو لهاد الحيوانات هادو ما ياكلوا. نعطيهم من الجهة الأخرى، سبحان الله العظيم. وهذا البق هذا راه الحبش داير بحال شي ديناصور، عرفتوا دوك دوك الديناصور داك التيريكس داك النوع كيشبه ليه هذا، سبحان الله العظيم. اوبلا، والله الاخوان المنظر رائع بالله، ملي كتشوفوا بحال هاد الحيوانات هادو كي كنعطيوهم هكا هاد الطيور هادو كنعطيوهم الماكله واحد اللحظه والله العظيم مزيانه وجميله. كي كيتجمعوا سبحان الله العظيم على الماكل ديالهم، سبحان الله العظيم. ايوا، هذا الشيء اللي كنستافدوا من هاد الدنيا هادي الاخوان، غير بحال هاد المناظر. المهم الاخوان الان غادي نحكي لكم هذا المنظر الطريف او هذا الموقف الطريف اللي حصل معايا. انا غادي نتكلم بالدارجه يعني الاخوان المشارقه اللي كيتابعوني كنعتذر منهم، لان ما لقيتش كيفاش نحكي هذا الموقف الطريف هذا، ما لقيتش كيفاش ندير ليه يعني نقوله او نعاوده باللغه العربيه الفصحى. المهم الاخوان، ملي كانت عندي ديك 19 عام 20 عام ما كان عندي لا حانوت لا والو، ما كانش عندي المحل فين نشتغل يعني الورشه ما كانش عندي. حتى كان بريكولي هكا في الديور، يعني اللي خاسر عليه شي تلفازه ولا هذه كنمشي معاه للدار كنصايبها ليه. رانا واحد النهار جا عندي واحد مول الزريعه اتصل بيا قال لي راه كاين واحد الجيران ديالي خاسر عليهم واحد التلفزيون اجي صلحها لهم. وهاد مول الزريعه هذا ماشي يتواصل معايا يعني في الهاتف، راه ما كانش ديك الساعه عندي لا بورطابل لا والو، يعني صيفط ليا يعني مع واحد السيد وهادي ومشيت لعندو قال لي راه كاين واحد الجيران ديالي هما ساكنين حدايا بغاو يصايبوا التلفزيون ديالهم صايبوا ليهم، تمشي لعندهم تصايبوا لهم. قلت له واخا ماشي مشكل، هاد السيد هاد مول الزريعه هادي يعني صديق وكيدبر لي على بريكولات هكا، حيت هاديك الساعه ما كانش عندي الحانوت ما كانش عندي المحل فين نشتغل، هاكا كان بريكولات وصافي مع الناس في الديور. قلت له اوكي واخا، مشيت جد الدوزان ديالي وانا مشي عند دوك الناس اللي ساكنين حداه يعني في الحي فين عنده هو المحل تيبيع داكشي ديال الزريعه والديطاي والى اخره، واحد السيد امازيغي الله يذكره بالخير الا كان باقي حي ولا كان ميت الله يرحمه. مشيت عند دوك الناس، ارنا دوك الناس ما عندهم لا دراري لا والو، عندهم هي البنات. وشوفوا اسمعوا معايا دابا المشكل والموقف
المحرج اللي غادي نتحط فيها الاخوان هو في الحقيقه شبعه ديال الضحك وخلعه وكل شيء. مشيت السيدي على نيتي، كانت ديك الساعه كنعقل كانت عندهم تلفزيون قديمه كانت سميتها قاريونس. هاد قاريونس هادي هاد النوع هاد الماركه كانت كتجي من ليبيا، من ليبيا كانوا الليبيين يعني صحاب ليبيا تيقول ليها قاريونس. ارنا هاد قاريونس هادي كلها يعني الكادر ديالها بالخشب، الكادر ديالها ديال الخشب، وهذاك الخشب اللي النوع ديالو كيبقى يتفرتت منين كيقدام ولا كيضربوا الميديت هكا كيفزاق ولا شي حاجه تيولي يا سيدي كيتفرتت. راه معروف هذا النوع ديال الخشب هذا اللي كان مصايب منه هاد التلفزيون هذا. المهم حليت التلفزيون، اول حاجه كتير الانتباه ديالي هي واحد العمود دايرين واحد الخشبه ومكالية التلفزيون، لان التلفزيون هذاك البلانش ديالو رشامل لتحت وموقفين التلفزيون موقفينه بواحد العمود واحد الخشبه بحال الشكل ديال الخيمه. الوسط ديالها كيكون واحد العمود الا حيدناه غطيح الخيمه وبحال ما هكا كان الاخوان. حليت التلفزيون سيدي، جبت الميتريكس ديالي المالتي ميتر الكاويه درت هكا تسخن الى اخره وخدام خوك. واحد اللحظه كنسمعوا الدقان، الدقان مجهد. انا ما فهمت والو. جات عندي المراه جات عندي قالت لي ولدي عافاك راه الراجل ديالنا الراجل راه جا، الراجل راه جا وحنا دخلناك بلا خبارو ودابا راه ما بغيناكش ما بغيناهش يشوفك. الله يجازيك بالخير طلع للسطح تستر تما تيخرج وخرج. قلت لها لا 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 انا جاب الله خدمت الدماغ ديالي. قلت لها لا 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 هادشي ما نديروش، انا نفضل يجي راجلك ولا شكون ما بغى يلقاني هنا في الطبله التلفازه محلوله وهاد الدوزان الدوزان حدايا والدوزان في يدي. دونك انا راه معلم كنصايب التلفزيونات. اما قلت لها الشريفه الا جا ولقاني راجلك في السطح فين غنوليو؟ اش غايقول عليا؟ اللهم خليني انا لهنا هنا اللي بغى يوقع يوقع. المهم حلت الباب دخل ذاك الراجل، ذاك الراجل باقي كنعقل عليه لابس جلابه ودير رقب راجل كبير يكون 60 يكون عنده دوك 60 عام هكاك 55 المهم ما بين 55 60 عام 64 عام بحال هكاك. جا شاف فيا وانا على نيتي قلت ليه السلام عليكم الشريف بحال ما هكا شيرت لك السلام عليكم الشريف. ما رد عليا ما والو دار فيه واحد التخنزيرات بحال ما هكا وزاد مشى. واحد اللحظه الاخوان وتنسمع خبط داف الغوات وهدى عليها بابا 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 لا 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 بابا بحال ما الاخوان. انا تبهت قلت ويلي القضيه فيها العصا والتفرشيخ وانا نجمع دوزاني. هذيك اللحظه انا كنجمع دوزاني بغيت نسلت بحالاتي وانا نجر ديك الخشبه، ديك الخشبه هذاك اللي مكالين بها التلفزيون تجرت ليا طاحت من بلاصتها. هي تجي ديك الشاشه ديال التلفزيون، التلفزيون تطوى تطوى بحال الخيمه لا طاحت بحال ما هكا. هو يطيح التلفزيون طاح على داك التيب ديالو الشاشه ويسمع تهرست ديك الشاشه. المهمتي زيد ديك الدوزان ديالي يا الاخوان وانا نخرج بعجاله، خرجت خليتهم مقاتلين بيناتهم. انا منين خرجت دابا شوفوا دابا الاحراج ديال بصح كيفاش داير. منين خرجت مع الغوات وداك الشيء الناس خرجوا الجيران خرجوا تيستفسروا شنو كاين كيطلوا اذا به كيلقاوني انا خارج. مسكينه مال هادي شو الاخوان واش مسكينة الكلبات مريضة هادي. شو الاخوان هادي مريضة مسكينة الله مال لا ضايخة ولا المهم خليت نداويها ولا نشوف شنو ندير لها. المهم الاخوان قلت لك الموقف المحرج في هذه المسألة هي ملي تنخرج مع الجيران ديالهم سمعوا الغوات وسمعوا الضرب وسمعوا الهيلاله. راك عارفهم راكم عارفين الاحياء الشعبيه خرجوا كيستفسروا شنو كيطلوا كيشوفوا اذا به كيلقاوني انا خارج من تمايا خارج بالزربه وخوكم خوكم مبهوض صافي. هذيك هي القمه ديال الاحراج الاخوان. اشنو غايقولوا دوك الناس دوك الجيران اشنو غايقولوا؟ غايقولوا ها واحد يعني الراجل جا على غفله ولقى راجل واحد اخر داخل لدارو وجالس كيفرشخ العيالات ديالو وبناته الى اخره وها هو خارج ديك اللعبه ديال ها هو الزله الخارج. كنسمع على هذه الكلمه هذه الاخوان ولكن راه هادشي اللي حصل.
وحتى انني سمعت واحد الجاره قالت لجارتها، قالت لي يا ويلي باقي هي صغير. المهم واحد الموقف الاخوان والخلعه، ومشيت مخلوع 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 مخلوع. رجع عندك مول الزراعه، قلت لها صاحبي هاد الناس هادو اللي صيفطتيني عندهم، قلت لي كيفاش؟ راه جا واحد الراجل صاحبي وبدا كيفرشخ فيهم، قال لي راه غير هادوك راه هيب ناس، قال لي راه ما عندهمش الذكر كاع في الدار، راه ديجا باهم قال لي اسمع عليهم شي 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 حاجه، قال لي وبقى حاضي معاهم. وقلت له اخويا ما قلتيش لي انا هذا الشيء، قلت له شنو باغي فيا الخدمه اخويا؟ مصيفطني لهذا البريكول ديال خليان دار بويا. قلت له راه فلت، قلت له راه فلتوا لي رجليا، قلت له راه كون بقيت تما راه غادي يجي يكمل عليا. مشى كيسلخ فيهم غير رجع ليا انا. المهم الاخوان هذا هو الموقف الطريف اللي حصل معايا. عندي مواقف بزاف دابا نبقى مره نحكيها لكم. المهم بغينا نتفكروكم وبغينا يعني توحشتكم، بغينا نسولوا فيكم ونشارك معكم يعني هذه اللحظات الاخوان. اذا الاخوان الى اللقاء والى الفيديو المقبل، وتحيه عسكريه الاخوان. اصغر ظلال خرج من عندك. بسلامه الاخوان، كنعتذر منكم وكنتمنى انكم تستافدوا. واحد النقطه الاخوان استفدت منها، نهضر معكم بصراحه، لان كاينين الناس كيديروا البريكولات هكا في الديور وكذا تيخرجوا تيسترزقوا الله، ولكن راه بعض الاحيان خصكم تخدموا دماغكم. من تجي عندي مراه مثلا ما نمشيش معاها للدار، واسمحوا لي الاخوان، لان راه كيوقعوا مشاكل بحال هكا. العيالات بعض الاحيان ما تيفكروش بمنطق، راه ما تيفكروش بدماغ، راه تيخلطوا تيزبلوها. كتلقى مراه بلا خبر راجلها مدخلها راجل على اساس يصلح لها، ولا جا الراجل على غفله، هو فين غنوليو؟ المهم الاخوان احتاطوا من هذه المساله هذه. تجي عندكم شي مراه ما تمشيش معها اخويا، جي عندك راجل مرحبا، وبعض الاحيان كتمشي مع الرجال، كتدخل معاهم تصلح لهم ولا شي لعبه وكتوقع في مشاكل. المهم احتاطوا من هذه المساله هذه. ما نبغيكمش تصيدوا كما تصيدت انا، وتوقعوا في هذا الموقف المحرج اللي وقعت فيه انا. انا الموقف قلت لكم اللي سال معايا هي فاش كنت خارج والناس خارجين الجيران، وتيلقاوني انا خارج من ديك الدار اللي فيها العصا والدق، وهما ضيج هذوك الجيران مداولين بيناتهم وشامين الريحه. راه الراجل قلت لكم راه واصله شي خبر على بناته وكذا وهذه. المهم هادشي اللي وقع معنا الاخوان، مع السلامه، باي باي.